وعليكم السلام ورحمه الله. تسنى تسنى العالم تسنى تسنى العالم الى نواق. دابا هذا الفيديو ديال الانستغرام هذا هاك السي عز مرحبا. ها هي ديال 1500 قولوا لي الثمن، قول الثمن العالمي شحال غندير له؟ شحال ديال 1300؟ قول انت. 1200 1200 800 درهم 16000 ريال. خلي لي فيها واحد جوج ليا يعني. دابا حيت السي العالمي هذا الشيء اللي كاين دابا حنا كان اللي كيدوي باغي نخوي المحل الميزاجور نبدلوا الشوفه ديال المحل كامل يعني خويا هذا الشيء هذا كامل السلعه راه دخلت في الديبو كما شفتوا التوارك راه خدامين معنا كيتسناو فينا خويا المحل داك الشيء غادي فين راه حطوه اخويا هاك اخويا العالم هذا راه التكشيطه ديرو راه 3 متر وهذا وهذا 2 متر ونص الا بغيتي 3 متر وهذا راه يعطيها لك ماشي مشكل ديك الساعه غادي تزاد عليك 100 درهم ماشي مشكل هاي ولا بغيتي وتجلاب الحضور اخويا تجلاب الحضور لونين السكفلون اخويا ما كاينش شي لون اللي عيان كاع لونين السكفلون وترى شي حاجه راقيه بحال هذا اوف سالون وما كايناش كاع بياسه ما كايناش كنعطيك بياسه اونيك اختي تقليد في رقبتك دوري السوق وخلي راه ميسا اخر محطه بياسه اونيك وعارفينها ما كايناش في المغرب كامل وهما كنكبروش كرشنا ما كنعزيش علينا الاحتكار ماشي حيت حدنا بوحدنا غنديروا له الثمن كل شيء لبس اخويا العالم الثمن فاضي كاع ليفريزون في كازا 20 درهم خارج كازا 50 درهم حتى كتوصلك الامانه ديالك عاد كتخلصي لا ولا بغيتي تجي عندنا المحل شارع افغانستان حسني حدا الجامع ما عرفتيش الطريق صيفط ميساج في الواتساب يصيفطوا لك اللوكاليزاسيون اختي يوصلك حتى لعندنا اختي مرحبا الف مرحبا ها هو شوف اختي اف سالورو اوريجينال اندرو ميتا بثمن بخس بثمن باش بخس اكثر من بخس نقولها بالداريجه بطاطا برطل تعمل بطاطا برطلة ديال العالم ياك بحال هكا كيقولوا تكشيطة دير اللي بغيت اللي بغيت هذا مو هدايا ديال اتوب رميساء الزبناء الاوفياء ديالها حنا عارفين الفيديو راه ما قدرش الكليان ديالنا كله يشوفوا يعني اللي شافت الفيديو هي اللي كتكون مكتابة لها بحال التليجة ديال الصباح ايوا بحال التليجة ديال الصباح تسونامي مطايفة مضاربة شو انا وليت ويه ها انت داك الشيء اللي قلنا لهم سبحان الله في الفيديو ديال الصباح قلنا لكم الا ما خديتوش من الثلاجه راه غتاخذوا حوايج اخرين قول وفعل اختي قول وفعل باش نعطيك غير الكلام ها هو اما الا جمجمتي وبارطاجيتي ولايكيتي ودرتي ابوني راه كيبقى الهاوته ديما يطلعوا عندك اصلا ها انت اختي خصك تفاعلي مع الفيديو باش تبقى الهاوته ضروري اختي الا ما عجبتكش مثلا هاد الهاوته بالنسبه لك كتبان لك باش هاوته راه ضروري غادي تعجبك هاوته واحده اخرى كنديروا مليون هاوته ما يمكنش حتى شي هاوته وما تكوني باغا اختي هذاك علاش كنقول لك فاعلي السرسال وخلي كومونتير وديري جيم باش اليوتيوب كيعقل عليك انت فاعله في هذه القناه هذا باش ملي كنلوحوا شي حاجه كيطلع عندك الفيديو هو الاولاني ها هو اختي سكريني وصيفطي النوامر تحت صندوق الوصف او الكومونتير في الانستغرام ولا في الفيسبوك راه هما تحت الفيديو ولا فوق الفيديو المهم كاين النوامرات تما ها هو والرجاء اتصال فقط باش ميساجات عبر الواتساب فقط حيت كتعيطوا ديما كتشكوا من ديك القضيه ديال الخطوط ديما مشغوله بالصحه وراحه وتلبسوا وتعاودوا